جاء بتلميذ وثوق الدولة إلينا ليملي علينا ما يجب فعله. منذ بضعة أيام شاهد القاضي أولئك في عربة القنصل البريطاني في رشت. حين تذهب إلى طهران اذهب لزيارة سعد الله الزاهد وانظر ماذا يقول في شيخ محمود، وما الرشوة التي يدفعها للحصول على بيان تأمين للحاج أحمد. حضرة الحاج أحمد كان قد ذهب إلى القنصلية البريطانية في رشت وقد أحضر لنا من هناك هذه الهدية، اقرأها. حضرة المرجع الجليل والعطوف الأكرم واللطيف السيد ميرزا كوتشك دام ظله العالي، في شهر آب من العام 1918 قام الوسطاء العسكريون للدولة البريطانية بعقد اتفاق فيما بينكم بصفتكم السيد ميرزا كوتشك وممثلي جمعية اتحاد الإسلام للتوافق فيما بينكم وبين جيشنا من أجل منع الاحتكاكات، والهدف من هذا الاتفاق كان ترك المخاصمات وليس حماية رعايا إيران المتمردين من ملكهم وحكومتهم. ثانيا، من المؤكد بالنسبة إلى وسطاء الدولة البريطانية أن نواياكم تجاه دولتكم مشكوك فيها وغير صادقة، وبناء عليه إن واصلتم الإصرار على موضوعكم الحالي لن تفقدوا صداقة الوسطاء البريطانيين فقط، بل سيصبح لزاما عليكم الانتظار حتى يتوافق هؤلاء مع الحكومة الإيرانية من أجل ترتيب شؤون جيلان، ولكن نظرا إلى العلاقات الودية يمكنكم الاطمئنان إلى صداقتنا الوثيقة لجهة عدم تعرضكم مع المرافقين لأي مكروه. بناء على ذلك، إما أن تتوافقوا مع الدولة الإيرانية وإما عليكم في حال عدم قدرتكم على الدخول في طاعة دولتكم وكنتم وطنيين متدينين أن تغادروا إيران إلى أن تتبدل، وفي تلك الحالة نحن مستعدون إلى أن نوفر لكم ملجأ في منطقة بين النهرين وأن نتعامل معكم بطريقة محترمة على أمل تحقيق أمنياتكم فيما يختص بالحرص على مصالحكم والأخذ بفوائد القانون والنظام بعين الاعتبار. اختاروا إحدى الفقرتين، امضاء حسن دلما. صام صام الكتاب. عديم الشرف. إن وقع بين يدي سأضع رصاصة في رأسه هذه المرة. أكمل إحسان. يجب أن يتم الرد على هذا الخطاب كتابيا خلال 5 أيام، حيث إن آخر يوم سيكون الخميس 13 الموافق 2 رجب، وإن لم يصل الرد خلال تلك المدة فإننا سنعلم من ذلك أن نصيحتنا لم يتم قبولها. من الذي وقعها؟ الكابتن ويغان. إنه رئيس الدائرة السياسية البريطانية في إيران، كان قد جاء إلى رشت. في البداية كنا خصما لدولة روسيا والإمبراطور، ثم بتنا خصما لبريطانيا، والآن شيئا فشيئا نريد أن نقف في مواجهة الدولة الإيرانية. هل كنتم تتوقعون شيئا آخر يا حاج أحمد؟ أنا لم أكن يوما متمردا، ولاحقا لا أنوي أن أكون كذلك أيضا. نشكره لأنه خاطبنا كمتمردين. أخبروني، أما زلتم تذكرون الروس عندما كان الجنرال أفسينكوف ينعتنا بلصوص الشعاب؟ لم يكن قصدي الإهانة، فقط كنت أريد أن أذكركم باتفاقات يومنا الأول. كنا قد اتفقنا على أن نجابه النفوذ الغربي والتعديات الأجنبية المتعددة. كنا نريد أن نكف أيديهم عن التدخل بشؤوننا. والآن باعتقاد حضرتك أن الأجانب قد كفت أيديهم عن شؤون إيران؟ سواء كفت أو لم تكف، الأفضل أن تكون هذه الأمور على عاتق الدولة نفسها ليس علينا.
مع تصدر وثوق الدولة بدأت الدولة بالاهتمام بأوضاع البلاد، خصوصا وضع الجيش بالتحديد. إن معاهدة الصلح التي ألبسنا إياها البريطانيون كانت خدعة شرعية، لم يكن قصدهم منها الصلح، بل كان قصدهم إعطاء الفرصة للدولة المركزية. إذن فأنت تقول بأن نذهب إلى حكومة وثوق الدولة صنيعة الأجانب ونتصالح معهم. لنفترض أن وثوق الدولة هو صنيعة الأجنبي فعلا، العمل وليد الهمم. بأي جيش وبأي أسلحة تريدون الذهاب لقتال الحكومة؟ معلوماتي هي أنهم عندما أراد إرسال تيمور تاش إلى حكم جيلان أرسل معه 20,000 من الجنود وموجودون في رشد. إذن فأنت تقترح بأن نجلس مكتوفي الأيدي إلى أن يقوم حضرة المعظم تيمور تاش بوضع حبل المذلة في رقابنا جميعا؟ أو تظنون حقا أنه ببضعة مقاتلين جهلة يمكن الذهاب لقتال جنود الحكومة والقوات البريطانية؟ لا تسمى هذه حربا، بل هي إبادة جماعية للناس البسطاء. أتراكم نسيتم جميعا ما الذي حصل لنا في حرب منجيل؟ أنا لم أعد مستعدا لتلويث يدي بهذه الدماء ثانية. إن وثوق الدولة هذا من خلال هذه الاتفاقية اللعينة إنما هو يبيع البلاد للبريطانيين، لنجلس نحن صما بكما إذ إننا عانينا في حرب منجيل، لنجلس إذ لا سلاح لدينا. ما هذا التكليف؟ أنا لا أملي على أحد ما عليه فعله. لم يكن التمرد على الدولة من ضمن أهدافنا. إن نهاية هذه الطريق توصل حتما إلى المشنقة والسلام. الطريق سالك يا حضرة الحاج، ونرجو الله أن تكون موجودات الرفاق والأصدقاء في طهران قد أثمرت عن نتيجة، وأبارك لكم الحكومة. يا حاج أحمد تمهل، إنه يذهب. محمد حسن هيا لنذهب. افعلوا شيئا أيها السادة، بدأ يستاء منا. اتركوه، دعوا هذا الخائن الحقير يذهب إلى الجحيم. حاج أحمد انتظر قليلا، إلى أين أنت ذاهب؟ تفضل بالنزول. وحدها البندقية يا ميرزا، يجب أن تحكم بيني وبينك، البندقية فقط. هيا تحرك. يدفن رأسه بالتراب كالنعامة وهو يظن أن لا أحد يعلم بأن أخاه في العاصمة يحوك الدسائس مع وثوق الدولة. مضى وقت لم يكن فيه الحاج أحمد معنا، من الأفضل أنه رحل. باعتقادي أنه سيقوم مجددا بعقد صفقة شرانق حرير مع شركة سويدية. اجلسوا أيها السادة، لعلنا نستطيع الاهتداء إلى فكرة ما. يا الله، البريطانيون قاموا بوضع طريقين أمامي، الاستسلام للدولة أو الهجرة إلى العتبات. لابد من أن ذلك بوثيقة تأمين بريطانية. الاستسلام إلى حكومة وثوق الدولة لا يقل شأنا عن الاستسلام للأجنبي. أعتقد بأن موقع تيمور تاش قوي جدا، وإلا فما معنى مهلة الخمسة أيام هذه لتسليم أنفسنا؟ لابد من أنه يريد إعطاء جنوده الواصلين حديثا فرصة للاستراحة. من جهتي لا أنوي الاستسلام، ولا أفكر في أن أخطو خطوة واحدة خارج جيلان أيضا، فما بالكم بإيران؟ والتقاتل الأخوي ليس من طبعي، فما الحيلة إذن؟ أنا لم أعد أستطيع التفكير في شيء، قرروا أنتم ما تشاءون. إن كان البريطانيون قد أجبروا وثوق الدولة على تجهيز القوات فهم ليسوا مشفقين على إيران ولا على الإيرانيين. برحيل الجيش الروسي بقي أولئك وحيدين، والآن مع تشكيل الجيش الوطني باتوا يفكرون في ضربنا ببعضنا بعضا. هؤلاء البريطانيون يشبهون ظل المرء، فأنت خصمهم في كل مكان إلا في ميدان الحرب، فحين تذهب لقتالهم تجد نفسك في مواجهة جندي روسي أو جندي هندي أو في مواجهة المستعمرين الحفاة. البريطانيون يجب ضربهم في إمبراطوريتهم وليس في معسكر رشد.
إنه البرنامج الذي يحمله البلاشفة، خصوصا أنهم الآن في حرب مع البريطانيين في القوقاز. إن نحن استطعنا أن نتحالف مع البلاشفة فسنأخذ منهم الرجال والتجهيزات وكذلك السلاح، فلن يكون أمام الجنود البريطانيين حلا سوى أن يلقوا بأنفسهم في بحر أنزلي. لطالما عانى شعبنا الفقير من ظلم وجور الروس. يجب أن يفهم الشعب جيدا أن السبب ليس روسيا. أولئك الروس الذين مارسوا الظلم علينا لسنوات قد أبيدوا الآن على أيدي البلاشفة. وتروتسكي، هذا هو سرطي البريطانيين. تروتسكي، ليو تروتسكي. حسنا، ومن يكون هذا؟ ها هو وزير خارجية لينين. ما الموضوع؟ هو لا يعرف شيئا. هذه الصحيفة قديمة، أليس كذلك؟ نعم قديمة، تعود لسنة خلت. كتب فيها أن وزير خارجية لينين جاسوس لدى الإنجليز. لا، ليس بهذه الصراحة. السيد تروتسكي كان في أمريكا في مدينة نيويورك منفيا من قبل الحكومة الملكية. انطلق العام الفائت من هناك برفقة عدد من البولشيفيين متجها إلى روسيا بالباخرة أس أس كريستيف. حيث إنه كان في أمريكا، إذن هو من جواسيس البريطانيين. إذن فالقضية تبدو مريبة، حيث إن دولة كندا قامت بتوقيف باخرته في مرفأ هاليفاكس، قبضت على تروتسكي ومرافقيه وأودعتهم السجن، وبعدها قامت الحكومتان الأمريكية والبريطانية معا بوضع كندا تحت الضغط لتطلق سراح تروتسكي. ثم يطلق سراح تروتسكي ورفاقه بعد 5 أيام من السجن، ومن ثم يتوجهون بذات الباخرة إلى روسيا. ولينين قد توجه إلى روسيا بقطار تحت الحماية الألمانية طبعا، لابد من أنه جاسوس للألمان. ماذا كان قصده يا دكتور؟ تعني أنه أراد الادعاء بأن أحد القادة الذي وقف في وجه البريطانيين هو جاسوس بريطاني؟ وأي ضير في هذا؟ فأنتم تعلمون أي نوع من الماكرين هم البريطانيون. عجبا لهذه الحكاية، ما الذي تريد قوله؟ تعني أنك أنت تريد الادعاء بأن هذا الشخص هو جاسوس بريطاني؟ فلنسلم جدلا بأن كلامك صحيح. أي نوع من الجواسيس هو هذا، بحيث إن وقف الحرب على الحدود الروسية أدى إلى نزول الجيش الألماني إلى جبهات أخرى وقتله لبضعة آلاف من الجنود البريطانيين؟ ليس مهما كم يقتل من الجنود الهنود أو الجنود البريطانيين، بل المهم هو ما التغيير الذي قد تحدثه هذه الحرب، وأيضا المهم هو ما الدور الذي سوف تلعبه الحكومة البولشيفية في خطط من يريدون أن يحكموا العالم. نظريتك هذه لطيفة جدا، وجاءت لتسلية وأسعاد حضرات السادة. يا سيد إحسان الله، حاول بعد الآن أن تحافظ على هدوئك وأنت تناقش أحدهم. اسمعني جيدا. على المرء أن يكون شديد التعصب للبلاشفة، بحيث يعتقد باستحالة أن يخترقهم أي جاسوس أو عميل دولة أجنبية. ألا توافقني الرأي؟ جاسوس يا ميرزا؟ وتروتسكي أيضا؟ إذن على المرء أن يشك بأي ثورة أخرى. لا عزيزي، ليس بأي ثورة. يمكنك أن تقوم بالتشكيك بالثورات القائمة على الماديين وعلى رواد المدينة أيضا. هذا ما تعتقده يا ميرزا؟ إن من لا يعتقد بالله والحساب والكتاب والمآب لا تثق بأن لديه عقيدة بوجود الضمير. صحيح، هكذا الثوار غالبا ما يكونون فاسدين ويبيعون أنفسهم. يا سيد ميرزا، أهي عقيدتك أيضا؟ أنا لست ممن ينكرون بأن بعض الماديين يشاركون أيضا في النضال والعمليات الثورية بصدق، ولكن في الحياة يحصل أن قادة أي حركة قد يرغب العدو بشراء أصحابها بالمال أو وعد بالسلطة ليس أكثر.
في هذه الظروف قلما يظهر من رواد المدينة من لا يضعف من أجل ذلك. فبالنسبة إلى الحركات التي تبنى على أساس المادية، يجب التصرف بحذر شديد. ليس الآن وقت الحذر يا ميزة، بل وقت العمل. إنه أوان التحالف مع البلاشفة المعادين للبريطانيين. منذ اليوم يجب اعتبار الحاج أحمد ركناً بريطانياً فاعلاً. اسمعني جيداً، تيمور تاش جاء على رأس 20,000 من الجنود لكي يقوم بسحق الأشخاص الذين لا يتعاونون مع البريطانيين. لقد آن أوان التحالف مع البلاشفة لنقوم بخداع البريطانيين، وإلا سنفقد زمام الأمور إلى الأبد. ما الذي حصل؟ الحاج أحمد يخاصمنا؟ نعم. لقد ذهب لعقد عهد أخوة مع تيمور تاش. أنا منذ البداية لم أكن مرتاحا لهذا البائس. لا يمكن الدخول مع الأثرياء في أي نوع من المغامرة. رحم الله الرائد باشن. في الأيام الأواخر كان لديه خطة جيدة للهجوم ليلا على معسكر البريطانيين. هذا الكلام ليس عمليا يا شيخ علي. لا تفعل ما يجعلنا في مواجهة القوى الحكومية، فأولئك يبلغون 20,000 وجميعهم مجهزون ومتعلمون، وطائرات البريطانيين تساندهم أيضا، لذا لابد من أن ندافع. نحن لا يمكننا الصمود حتى لساعة واحدة أمامهم. لم يعد لدي شك بأن الحاج أحمد قد حصل على وثيقة تأمين وثوق الدولة. مع اعتزال ذاك حتى منطقة فومينات لم تعد آمنة بالنسبة إلينا، خاصة ضواحي وأطراف منطقة كسمة. ميرزا، اذهب إلى منطقة الجبال، إلى مكان يكون استراتيجيا غير قابل للاختراق، أو إلى مكان يستطيع الناس فيه الوقوف خلفك لمدة طويلة. أين مثلا؟ إلى لاهيجان، إلى الدكتور. لا، لاهيجان هي الحصن الأنسب يا ميرزا. هناك لن يتركنا الناس وحيدين، والمكان الذي يكون الناس فيه متداخلين لا صالح للدولة بحرب طويلة. حتى الأمس إن كان الناس داعمين لنا، فإن ذلك كان بسبب كون خصمنا هو الأجنبي. ومن الغد سنكون في مواجهة جنود إيرانيين وليس جنود روس. إن التقاتل الأخوي ليس من طبعي يا ميرزا حسين. وطبع من قد يكون؟ إلى متى يا ميرزا؟ إلى متى ستعتكف القتال؟ نتيجة حل ما سوف تظهر. إلى عموم قادة ومسؤولي جمعية اتحاد الإسلام، نحيطكم علما عبر هذا الإعلان أن عليكم قبل غروب الخميس في الثاني من رجب الموافق للثالث عشر من حمل إبلاغ قنصلية الدولة الفخيمة عن تسليم أنفسكم إلى الدولة الإيرانية وإلى صاحب الجلالة المعظم حضرة الشاه. وليكن واضحا لديكم أنه إذا ما امتنع قادتكم عن جهل أو عدم فهم عن تسليم أنفسهم إلى صاحب الجلالة المعظم والدولة الإيرانية الفخيمة، فإنه وبذات السياق الذي تدخل فيه كلمات هذا البلاغ إلى رؤوسكم من الممكن أن تبدأ القنابل وزخات الرصاص بالهطول فوق رؤوسكم. يا أهالي جيلان، لقد تم توضيح واجبكم تجاه دولتكم ومالككم بشكل كامل، فلا تدعوا قادتكم يتسببون بهلاككم من قبل الدائرة السياسية البريطانية في إيران. الشخص التالي. ما هذا الوضع هنا؟ قل لي ما الذي حصل؟ غلام علي أخبرني بأنك أمرت بأن نسلم سلاح القرية العليا. وماذا هناك؟ ألا يجب أن نحتفظ بأربع قطع من السلاح لصيد الذئاب؟ 50 قطعة سلاح
مع كمية كبيرة من البارود، كله من أجل الصيد؟ حسناً، دع الصيد والحرب، فلن نخوض الحرب مع أي جهة. أليس علينا الدفاع عن أنفسنا؟ إذن الجنود والدولة ماذا يفعلون؟ من ذا الذي يجرؤ على مهاجمتنا بوجود هذا الجيش؟ هذا الجيش هو الذي هاجمنا. هل كان الاتفاق على أن نبايع جيش الدولة أو نستسلم دون قيد أو شرط؟ اجلس لنتحدث معا. قلت اجلس. يجب علينا أن نكون صريحين مع ممثل الدولة. يجب جعل قائد الجيش يطمئن إلينا كثيرا، فإن حصل ذلك لن تظل تلك البنادق بعيدة عن متناولك. ولكن دعك من تلك البنادق الآن. ما أخشاه هو أنهم حين يجردوننا من آخر قطعة أن يعدمون جميعا. ولما؟ ما الذي قد حصل؟ أنت فعلا لا تعلم شيئا عن قرية كسمة؟ لا. منذ الصباح يقوم هؤلاء الجنود بالتجوال في القرية ويضايقون النساء والأطفال ويعترضون الناس ويستفزون الجميع، وكل شريف يحاول التصدي لهم يقومون بتقييده وإلقائه داخل عربة بصفة مقاتل. لقد أسروا 2000 رجل حتى الآن. وها قد جاء حضرة القنصل. وردنا خبر بأن كوتشيك خان ينوي إخراج قواته من فومانات. نعلم بذلك حضرة القنصل. يقومون بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات صغيرة، فبهذه الطريقة يسهل عليهم التنقل أكثر. أسمعت يا أمير بانج؟ المسافة حتى زيد قصيرة، عليك اللحاق به حتى إلى جهنم. جهنم لا، بل لاهيجان. إنه يفكر في التوجه إلى لاهيجان. بحسب ما علمت فأن ذاك الدكتور رفيقه قد قام منذ مدة بتسليح 200 من العناصر هناك. تقصد الدكتور حشمة سيدي؟ نعم، هو كما قلت. على أي حال، إن توجه كوتشيك خان إلى لاهيجان فعملوا على حصار المدينة. لا أظن أن لدينا ما يكفي من القوة للقيام بمحاصرة تلك المدينة حضرة القنصل. ولتتصل بالقائد أسعد لكي يأتي لمساعدتك. فلتقم بما يلزم يا أمير بانج. حاضر. لا تدعوا الهدف يهرب منكم. لكي يتمكنوا من الوصول إلى لاهيجان عليهم أن يعبروا النهر الأبيض، وهناك يجب خطف أنفاسهم. نحتاج إلى طائرات. طائراتنا موجودة. لم أقم بكل هذا السير في حياتي. لم يعد أمامنا الكثير. فلنسلم بأننا قد عبرنا النهر الأبيض، وماذا بعد؟ مؤكد سنذهب بعدها إلى الجبال. وماذا بعد؟ وما أدراني، لما تسألني أنا؟ حاليا نحن نسير بتعليمات ميرزا لنرى ماذا يحصل بعد ذلك. أتعلم يا إحسان، لو أن الأمر بيدي، ليس فقط ميرزا، بل لو أن ميرزا الكبير أيضا كان قد أمر بأن أتشرد في الجبال والبراري بهذا الشكل، لما كنت حينها أعرت كلامه أي اهتمام. كدنا نصل تقريبا. افتح أذنيك جيدا. أتسمع صوت خرير المياه؟ نعم، صوت النهر الأبيض. ها هو النهر الأبيض، تفضل. لقد حان أوان الغطس في المياه قليلا. كم يبلغ عمق المياه يا إحسان؟ أنا لا أجيد السباحة. لا تجيد السباحة؟ هكذا إذن. لا تضحك يا إحسان، كف عن إحراجي. الأمر ليس مزاحا. إن كان النهر عميقا فإنني لن أعبر. اصمت. صوت إطلاق نار. هنالك شيء آخر أيضا. هذا صوت طائرة.
لنذهب. تمهل تمهل يا سيد ميرزا، تمهل قليلا. ماذا هناك يا حسن؟ يجب أن نأخذ حذرنا قبل العبور يا سيد ميرزا. يجب أن نعبر هذا الوادي من دون تأخير، فهذه الطائرة سوف تعود. نعمت، خذ الرجال. نعم. واذهب لنصب الرشاشة على ضفة النهر. سمعا يا أخي. إن كانت تلك الناحية آمنة أشر إلينا بذلك لنأتي جميعا. لا بأس. ليست الطائرات البريطانية عدونا الوحيد يا ميرزا، فالجنود الإيرانيون ينتشرون في هذه الغابة كالجراد، وهم يتعقبوننا كظلنا. سيادتك تقول إن الجندي الإيراني يختلف عن الجندي الغربي، لذا لا يحق لنا إطلاق النار على الإيرانيين، ونحن نقول سمعا وطاعة. ولو رآنا مسلحو تيمورتاش بأعينهم فإنهم لن يترددوا لحظة في إطلاق النار علينا. بعض الأوقات أسأل نفسي، ترى ما الذنب الذي ارتكبته بحيث أن الله سبحانه قد قدر لك هذا الجزاء الشاق؟ كلما اتخذت قرارا بشأن الحرب يفشل فتنتهي الحرب لصالح الأجنبي، أو أن نتجنب الحرب فيقوم الخونة من أتباع الأجنبي بترسيخ أقدامهم. لأكثر من عام والمصائب تنهال خلفنا، لأكثر من عام ونحن نترك قتلان الأعزاء خلف رؤوسنا في هذه الجبهة وتلك الجبهة ونتجاوزهم كارضا خان والكابتن محمود ويوسف، أو كهذا الشاب الذي قذف اليوم إلى أسفل الوادي كان يحدق بي بينما هو يتدحرج نزولا نزولا إلى أسفل الوادي، أشعر بنظراته وهي تخترق دماغي. ميرزا، سيد ميرزا، انتبه لنفسك، لا يجب أن يروك بمثل هذه الحال. يا أخي، سيد ميرزا. نعم. أسرعا بالمجيء، المكان آمن. قادمون الآن. تحركوا أيها الثوار، هيا بسرعة يا شباب. يا الله. ارفعوا بنادقكم كي لا تبتل، هيا بسرعة، لا تفلتوا الحبل، هيا أسرعوا، أسرع، تحركوا، جاءت الطائرة، انظروا إلى الطائرة، أسرعوا يا رجال، إنها قادمة نحونا، هيا بسرعة، 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 هيا تحرك، بسرعة، بسرعة، أسرعوا. اذهبوا نحو الغابة، تعود مجددا. هيا بسرعة، إنها قادمة، هيا هيا تحركوا بسرعة، هيا بسرعة، هيا هيا بسرعة، أسرعوا، أهذا ميرزا؟ بدأ من جديد. أخشى أن يكون قد حُصر. ميرزا ليس هنا، لابد من أنه قد ذهب إلى الناحية الأخرى. إلى الأمام، انطلق أيها الثوار. بسرعة أكثر، بسرعة أكثر، هيا تحركوا. ماذا نفعل بالمصابين؟ نأخذهم طبعا، ولكن كيف؟ كم جوادا بقي لدينا؟ البطل لن يأتي. إسماعيل يبدو أنه يفكر بالبقاء، لقد استشهد مساعد البطل. أنا سأعود.
أنت هناك؟ سيبدأون الآن. بسرعة، هيا. أنا لن أذهب. ماذا تعني بأنك لن تذهب؟ انهض، البقاء هنا معناه الانتحار. اذهبوا أنتم وأنا سأتصدى لهم. نحن لن نستطيع التصدي لهم هنا. نحن لن نستطيع التصدي لهم، فهم يزيدون عن 1000 رجل. سيمرون من هنا بالتأكيد. ما الذي يمكنك فعله بمفردك هنا؟ بهذه يمكن فعل الكثير. سأعيق تقدمهم حتى تبتعدوا. لا، هذا غير ممكن، عليك أن تسير معنا. اذهب يا إسماعيل، على أحد أن يكون حاجزا بينكم وبينهم لتتمكنوا من الوصول إلى الجبال. أنا سأبقى هنا، فلتجمع رجالك وترحل. انهض يا سيد إسماعيل، ليس الآن وقت الجدال. أنت هو قائد هذه المجموعة وعليك الذهاب وأنا سأبقى. ميرزا لم يعهد بك إلي لأتركك وسط الطريق، هو يحتاج للمساعدة وهو يعتمد عليك. منذ أمس حتى الآن لا نفعل شيئا سوى الفرار. لقد تعبت، استنفدت طاقتي. أنا لست شابا مثلك أنت، أخشى أن أصبح وبالا عليكم من شدة التعب. لقد عشت عمري كله كرجل صلب، والآن أرغب بالموت كرجل صلب. اذهب، أوصل المجموعة إلى ميرزا، فالجنود في طريقهم الآن. هاي، الرجل المحارب لا يعرف التردد. تحرك إسماعيل. ميرزا، سيد إسماعيل. هيا بسرعة، اذهب. سنقوم بالانسحاب. نحن نقوم بالانسحاب. نحن نقوم بالانسحاب. هيا. يجب محاصرة رامي الرشاش، أريده حياً.